عندنا حالتين سريعا كده كابتن عادل، كابتن علاء، الدقيقه 50 والدقيقه 93 هم دول الحالتين الابرز في المباراه. هروح للدقيقه 93 وهنشوف هنا هو الفار جاب الحكم ليه يا كابتن؟ هنشوف هنا الحاله ديت مهمه جدا. هنا الحكم احتسب ركله جزاء على حسب قرار في الملعب لصالح النادي الاهلي، وبالتالي هنا للاسف الحكم النهارده لو معانا اللقطه هنشوف اول ما صفر بص على المساعد رقم واحد يا كابتن عادل، وهنا دايما المساعد رقم واحد هو اللي يمكن يقدر يظبط الخط. كابتن شريف عامل ايه مساعد رقم واحد او مساعد رقم اتنين؟ خرج له لبره يعني يقول له ان دي لا خرج له بره 18 كده، يعني رجع خطوتين كده جانبي عشان يقول له ان دي من بره، دي بره، دي باينه قوي. لا هو كان قراره صح المساعد، ولكن الحكم خد القرار احتساب ركله الجزاء، وهنا الفار بقى لابد ان هو يتدخل. السؤال هنا دي حقيقه مكانيه كابتن علاء صح؟ طب الحكم يروح ليه؟ حقيقه مكانيه يعني ايه؟ ده حدث من بره مش محتاج انك انت تجي لي يا كابتن اسام، فبقول لك لا المخالفه يا كابتن شريف مش من جوه، دي هي من بره ما تجريش. ولكن هو جابه ليه؟ ده السؤال بقى، عشان الكارت احمر، عشان البطاقه الحمراء. بنقول دايما هنا الفرصه المحققه لما تبقى خارج منطقه الجزاء يا كابتن علاء وفي تنافس على الكره، هنا لابد انك انت تشهر الحمراء مباشره. طب وليه هو ما شهرهالوش وهو مد ضربه جزاء؟ لان هو ركله الجزاء بقى بتنزل العقوبه. برافو عليك كابتن شريف، برافو عليك، في ركله الجزاء لما تحسب الحكم ركله الجزاء هنا في بنقول ايه؟ طالما اللاعب بيلعب وفي تنافس على الكره بتنزل العقوبه من البطاقه الحمراء للبطاقه الصفراء. فهو هنا لما الفار جابه قال له لا تعالى عشان تشوف كمان هل دي تستحق فرصه محققه ولا لا، وهنا انقذ الحكم الفار الحكم لما جابه شاف لقى ان دي من بره وبالتالي هي فرصه محققه واشهر البطاقه الحمراء يا كابتن شريف. دي الحاله الابرز في المباراه. عندنا الدقيقه 50 حاله مهمه جدا وهنوضحها ونقول مش كل المخالفه لمسه اليد بتحتسب يا كابتن عادل. عندنا لعبه مهمه جدا هنا، هنا الايد خارجه واضحه جدا يا كابتن ايمن. ايوه طب السؤال هو ما حسبش ليه ركله جزاء؟ عشان جاي من فخده لرجله الاول، من رجله لايده. انا بحييكم كلكم، انتوا كده القانون بسم الله ما شاء الله يعني 10 الله يخليك. قلنا دايما لما اللاعب يلعب يا كابتن ايمن برجليه او بدماغه وبتيجي الكره من رجليه او من دماغه في ايده حتى لو الايد مش في وضع طبيعي هنا بيستمر اللعب. وهنا الحكم خد فعلا القرار الصحيح. لك يا كابتن شريف بقول لك ايمن قام بالدور قال لي لا مش هتتحسب بالظبط. لا هو كابتن هو كابتن علاء كان معايا على فكره واحنا قاعدين، انا مش معاه بس كابتن علاء كان معايا واحنا بنتفرج فشافني بكتب. كابتن حكم ده كابتن ايمن طبعا كان حكم كبير طبعا، كان حكم فكابتن علاء شافني وانا بكتب فعرف ان هي مش مخالفه. وده بنقوله دايما للناس اللي كابتن هنا من خلال الاستوديو كابتن، احنا كمان مش بنجيب الحالات ولكن بندي ثقافه تحكيميه للناس. جماعه الكره دي ما تحسبش طالما جايه من الرجل او من الراس للايد حتى لو الايد مش في وضع طبيعي يستمر اللعب. هنا كان قرار الحكم كان قرار صحيح والفار اكد على هذا. بس هو ما ترددش فيه على فكره بالظبط، هو ما حسبش لا خالص. وهنا الفار اكد، ولكن احنا بنقول الكلام ده يا كابتن علاء لان بعض المشاهدين يعرفوا ان دي في القانون ما بتتحسبش. احنا هنا دورنا احنا نوضح ان هذه الحاله طالما من القدم او من الراس بتيجي في الايد ما بتتحسبش. دي خلاصه المباراه. ولكن النادي الاهلي النهارده كابتن يعني النهارده الحكم الصيني محظوظ لان ثلاثيه الاهلي النهارده والمباراه مريحه ومفتوحه سهلت من مهمه الحكم النهارده. هو كان محظوظ باستثناء الحاله اللي هي الاخيره. بنقول تاني يا كابتن علاء مبروك للنادي الاهلي.